أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص من جريدة الشعب الجزائرية إلى موقع ضفة ثالثة. صنع الاستثناء بكتاباته الثقافية والسياسية بوعلام رمضاني الجزائري الذي سكنت الجزائر وجدانه رغم مغادرته لها. أهلا بك سيدي الكريم، نورتنا ونورت بلدك الجزائر. شكرا أخت سارة. تدربت قبل دخولي الاستوديو كي أظهر قويا، وكان الحال كذلك قبل هذه المقدمة الرائعة التي أثرت فيها بشكل كبير. أثرت فيها بشكل كبير تحديدا عند استعمالك الجزائر التي سكنتني. نحن لا نسكن الأوطان، الأوطان تسكننا. سنتحدث عن الوطن وعن مواضيع أخرى، ولكن في البداية خلينا نعود للبدايات أستاذ رمضاني، نعود إلى طفولتك قليلا. كيف أثرت العائلة وبالأخص الوالدين في رسم معالم شخصيتك؟ باختصار شديد، الوالدة رحمها الله التي التحقت بخالقها قبل أسبوعين أثرت في العبد الضعيف إنسانيا ووجدانيا أكثر مما أثر والدي رحمه الله في اعتناقي أجمل المهن. أنا في تقديري، ولو أنه أعتقد جازما أن ليس هناك أجمل من مهنة الطبيب، أخلاقي أهم إرث تركه لي الوالدة والوالد، كان إرث متكامل بشكل رهيب. والدي كان قاسيا ليس بالمفهوم السلبي، تلك القساوة التي تعلمك المسؤولية بدل القساوة أقول الصرامة. الصرامة، نعم. وهنا يحضرني الكاتب التربوي الكبير ألدو ناوري فرنسي وهو من أصل جزائري، حينما يقول ليس هناك تربية دون حزم، ليس هناك تربية دون صرامة. ليس لها علاقة بالعنف أو القوة، يمكن لك أن تكون صارما بشكل هادئ، صحيح، ويمكن لك أن تصرخ وأنت غير فعال كمربي. اكتسبت هذا الجانب من والدي. ماذا عن الوالدة؟ كيف كانت الوالدة؟ هل كانت صارمة؟ الوالدة رحمها الله، هنا المفارقة، والدي والدتي زوج غريب. أمي رحمها الله، مش لأنها أمي، لأنه من هذا الذي يقول لك أمي سيئة؟ لا يوجد بالطبع. والدي سيء. أنا تجرأت وقلت لم يكن والدي سيئا، لكن كان صعب الميراث، ووالدتي عانت معه إلى حد ما. لكن التكامل الذي انعكس في كل أفراد العائلة أن ليس هناك من هو كسول في عائلتي، لأنه أبي كان يقول لي أنا الكسول منكم في العائلة، أنزع اسمه من دفتر العائلة وأضع اسم غريب مكانه في مكان، كان يقدس النشاط والعمل يعني. وأنا إذا سمحتي لما نأتي للكتب أهديت الكتاب أندري ميكان مع والدتي، والدي كان يقول لي أنا حينما لا أعمل أتعب. وأنت قلت أتعب عندما لا أكتب. هذا من أحلى ما ورثته من والدي. ولجت عالم الصحافة من بوابة جريدة الشعب، كيف كانت تلك التجربة؟ تجربة وهبت لها شبابي،
وما أحلاها تجربة. جريدة الشعب هي مرجع الأول والأخير. أحلى أيام الإنسان هي شبابه. أنا بدأت أكتب في السنة 24، قضيت عقد من حياتي في جريدة الشعب قبل أن أغادر الجزائر. جريدة الشعب، وشكرا لكل مسؤوليها الذين رغم ربما عدم رضاي عليهم جميعا والعكس صحيح، أنهم أفسحوا لي دون استثناء المجال لكي أنفجر مهنيا، بمعنى لم تكن لحياة شخصية، كرست كل وقتك لمهنتك أنذاك. لم تكن لحياة شخصية، كنت أدخل في ساعة متأخرة الليل. والدي نرجعوا الوالد رحمه الله يقول لي الإذاعة والشعب، ولما يتوحشني ما يشوفنيش كثير وندخل في ساعة أخرى يقول لي، يشتمني بطريقة تأنيب ربما، يقول لي الصحفيين كلهم كيما أنت، يجوا ثلاثة أربعة الصباح الصباح راكد. فلو أعطيك مثلا أمثلة عن الشخصيات التي قابلتها وحاورتها بفضل جريدة الشعب، فسحت لك المجال واسعا طبعاً. ولعل المفارقة التي تحضرني الآن هو أنه من بين هذه الكتب التي تمكنت من كتابتها أنه كتابي الأول غير موجود. وددت الإطلاع عليه لكن لم أجد، للأسف الشديد. أنا ليس معي نسخة هذا الكتاب حول المسرح الجزائري. وهنا أحيي تحية كبار وأطلب من الله أن يطيل عمره المبدع الكبير جلالي خلاص. هذا الرجل الذي أبدع في الظل وأبدع بهدوء وتعرض لمحاولة اغتيال، ومن حقي كمحب لهذا الوطن أن ألفت انتباه بعض الجهات المسؤولة أن يلتفتوا لهذا الرجل الذي قدم الكثير للجزائر أدبيا وإعلاميا، وقدم الكثير للجزائر في مجال النشر. ما هي علاقتك بالرجل؟ علاقتي بالرجل لولا جلالي خلاص لما نشرت هذا الكتاب ببساطة شديدة. كان من قرائي ومرة قليب أعلام، هل تعرف مدى أهمية ما تكتب عن المسرح؟ قلت له لا أعرف. قال لي ليس هناك من يكتب من المعربين في المسرح أيامها. وماذا يفعل اليوم؟ لماذا هو الآن تقدم في السن، يبدو لي أنه متقاعد، لكنه يبدع رواية متميزة جلالي خلاص. فقال لي اجمع بسرعة كل ما كتبت، وهو الذي أخذ المواد ونزلها في كتاب كان ينشر في سلسلة المكتبة الشعبية. أيامها كان هناك فراغ في التوثيق المسرحي، والعبد الضعيف هذا أيامها كان شاب، ولا أعتقد أنه أظهر شابا في أي سنة في الشاشة في هذه اللحظة. ولو أنه أقول هذا من باب سنوات الثمانينات كان هذا. هذا الكتاب صدر 84-85 نعم الثمانينات. فالقدر يشاء أن أغادر الجزائر وألتقي بطلاب وأناس عاديين في باريس ويقولوا لي أن اعتمدنا كتابك في البحوث. أعتقد أنه كان مرجعا يعني مهما للكثير من الطلبة. وأنا شخصيا، وهذا مش تواضع، أنا لا أعتبره كتابا حقيقيا، كان صبا وجمعا لبقالاتي. لكن هل هو التواضع؟ لا أعرف. لكن حينما تدرجين في هذا الكتاب بورتري عن علالو سلالي علي، هذا اللي هو أب المسرح الجزائري،
بعدين يأتي شاب لم يكن يسمع به فيسمع به يسمع به فضل أبو علي رمضان. لما تحاوري مصطفى كاتب هذا الرجل الظاهرة مؤسس الفرقة الوطنية فهذا الفرقة الفنية جبهة التحرير وبعدين في مرحلة أولى المسرح الجزائري أدى به للمسرح العربي المسرح العربي أدى به للمسرح الغربي وأنت تعرفين أصل المسرح يوناني أي غربي بمعنى وجدت نفسي في معمعة ثقافة رهيبة ومن لا يدرس المسرح أعتقد أنه لا يمكن أن يكون مثقفا لأن المسرح صحيح. نعود إلى عالم الكتابة أستاذ رمضاني، لماذا غادرت جريدة الشعب وهي بذاك الثقل بين شقيقاتها الجرائد أنذاك؟ سؤال وظيفي وذهبت إلى المساء جميل لأنه مدير أطال الله عمره نذكر الاسم حتى لا ننكر فضل الناس فضل علينا ولو أنه اجتهدنا حتى نجذب أو ننزع إعجاب هذا الناس لكن الإنسان متخلق مهما يكون يذكر ذلك. فأستاذ علي دراع أيام كان مدير جريدة المساء نادالي أنا ما فاقترح علي رئاسة القسم الثقافي وأنا بالنسبة لي أيامها كنت مازالني شاب حل فاشتغلت رئيس قسم الثقافي في جريدة المساء لسنة وأنا سعيد بهذا التاريخ لأنه كان لدي فريق من الصحفيين اللي اليوم يذكروني بالخير. من تتذكر من هؤلاء؟ على رأسهم وأنا سعيد جداً لأنه أتواصل معها فتيحة بولمي. نعم الزميلة الصديقة يعني العزيزة حتى لا تشتعل دموع في عيوني مرة أخرى أنه أفتخر أنه تذكرني بالخير وأنا لست أنا سبب موهبتها، موهبتها أعطاها الله لكن هذا السيدة مجتهدة اجتهاد كبير وأنا أسعد لما أشوفها اليوم تترأس مجلة الجزائر الدبلوماتيك. نعم. فهذه سيدة لم تأخذ حقها في تقديري أخلاقي تأبى أن لا أقول هذا الكلام. سليم شيخاوي نعم صحفي ممتاز هو يشتغل الآن في كلية العلوم السياسية طبعاً. نعم لأني درست هناك أنا خريجة علوم سياسية نعم وعندي ذكريات معاه احنا في وقتنا وكأنه غريب وكأنه القرن الثامن عشر عشتم وهج الصحافة والإعلام وكنا كما نقولوا بالدرجة نموت بالضحك بمعنى كنا جادين هل الجدية زالت فيما بعد بعد حتى لا أقول زالت القادمة. نعم. الآن نذهب إلى الإذاعة، كيف خطفتك الإذاعة من الصحافة المكتوبة؟ هي لم تخطفني، خطفتني شكليا زمنيا لا لا شيء هي جوهريا لا وهنا نرجع لدور لا أعرف كيف نوضح بالعربي الشغف ليس الحب لا باسيون إنه حينما تحبين شيء توزعين نفسك صحيح وما تشعريش بالملل وبالتعب كما علمني بابا الله يرحمه لما ما تشتغليش لتتعب لأنه الدماغ اللي يتعب مش الجسد فأنا أتذكر كنت أكتب بشكل عادي ثم توجه للإذاعة ولهذا قلت لك ضحيت بحياتي زوجت بين الاثنين يعني والإذاعة لم أكن لا أعتقد أنني أصبح للإذاعة صوتي كما ترين سيء تفضل الكتابة يعني مع أنه ليس سيء وهذه ليست مجاملة شكرا أنا بطيء في التحدث وهذا نتاج روح الكتابة لأنه الكاتب كالراهب يغلق على روحه إذا كان مزوج يعيش عزة زوجته هي تهبل أعطيك مثال من فرنسا برنار فيفو أعتقد أنه الصحفي الأدبي الأشهر في فرنسا
كل يوم أعتقد يدخل في 90 كبر. لكن بارومتر الكتاب في فرنسا ولا نموذج بالنسبة لي. فمؤخرا مرض واعتكف وأصبح كان يكتب مقال أسبوعي في الجورنال ديمانش، ومرض الآن لا يكتب ويريد أن يموت لأنه أصبح لا يستطيع أن يقرأ. إنه مبرر وجوده هو الكتاب. فسألوه هل نجحت في حياتك؟ نفس السؤال يطرحته لي، سؤال وجودي رهيب. قال لا. قال كيف شهرة؟ قال الشهرة مش فقط شهرة مهنية، إنه الحياة الخاصة مهمة للإنسان طبعا. إذا تكون سعيد بمهنتك ولم تحقق شيء، وعائلتك مش راضية عليك، هذه مفارقة المبدع. هل هي مفارقة مطلقة؟ لا أعرف. فبكى، وهو من نوع كما قلت سيد أحمد داقومي، قبل 3 أيام كنت شفته في المسرح الوطني. هو صديق ونحبه ويحبني، ولما كرمته السيدة وزير الثقافة أجهش بالبكاء. صحيح. وقلت له في التليفون يوم بعد كلمته، قلت له باش يبكي يا قومي؟ ليس بالأمر الهين. نعم. قلت له باش تبكي أنت؟ لأنه هذاك حياته قاع ضحك. فبكى برنار بيرو وقال لهم ما عشتش الكافي الوقت مع زوجتي وولادي. لا أعتقد أنني عشت حياة خاصة. لأنه تصوري أنت إنسان كان يستضيف كبار الكتاب في العالم. يجي سوليجستين الباريس يخطفوا، فيقرأ 20 كتاب هما في الشهر. هذا وقتها يعيش هذا. صحيح. إذا كان ينام الساعات القليلة التي تضمن حياة، يعني أنه يعيش، لأنه لازمنا عدد معين من الساعات. وعلى فكرة أنا تشوفي مثلا كم أنا نحيف جسديا، أعتقد أني دفعت الثمن، لأنه بسبب أنا قلة النوم. كيف نقولوا موفي دوربر، فأنا ما ننامش. لا تنام كثيرا، ولما ننام نومي سيء جدا. وش رأيك أنت الإنسان يكتب ورق؟ هذا ما تفعله؟ لا، لأنه تروحي تشوفي مسرحية، تروحي مثلا أعطيك مثالين. أنا نذكر كنت نخرج من المسرح نبدأ نكتب في راسي وأنا نسوق. المقدمة تجيني وأنا نكتب. ولهذا لماذا الأخصائيون يوصون بالمشي؟ يقولوا الرياضة اللي تلهم الإنسان وتعطيه أفكار هو المشي. المشي، نعم. خطة مقالي نبدأ نعملها وهي في دماغي وأنت في الطريق. ولما تسهري وتكوني كتبتي 2-3 راه يستحيل ترقدي. يستحيل، لأنه النيرون دماغك يغلي. يغلي، نعم صح. أستاذ رمضاني، مغادرة الجزائر وفراق الأهل والأحباب، هل كان قرارا صعبا آنذاك في تسعينات القرن الماضي؟ بغض النظر عن السياقات، بغض النظر عن السياق، كانت تراجيدية، كانت نسبية في تراجيدية. كل فراق طبيعته، كل فراق شوفي يكون صعب. شوفي في الحياة اللقاء شحال هاي. الفراق صعب. صعب، لكنه هو جزء من الحياة. أما هذا في المطلق، أما إذا كان مع الوالد والوالدة، فأنا عندي صورة، عندي صورة أختي أعتقد أكرمها بالمناسبة إذا سمحتي. تفضل. بالطبع. أختي غنية هذه، نقول لها أنا درت لنا مقلب وأنت الجنة روحك، لأنه هذه اللي كانت ترعى أمي. يعني تقريبا 3 أعوام وهي ترعى الأم. وأن يرعى إنسان مريض أو مريضة تجاوز 90 ليس بالأمر الهين، وهي الفراش على مدار ساعات ليلا ونهارا، تكلفة ليست فقط بدنية، تكلفة الأغلى
هي نفسيه. نفسيه نعم. فهي محظوظه اختي هي، فانا احييها بالمناسبه وجزاها الله خيرا ان شاء الله. لماذا اخترت فرنسا دون غيرها؟ حدثنا عن تجربة الاغتراب. الغريب الأمر أنه أمس فقط كنت في جلسة من أروع ما يكون مع أصدقاء صحفيين لا أعرف إن كان يستحق التكريم، ففي بيت المبدع الكبير المنتج منتج الأفلام الوثائقية الأخ فاضل عبد القادر مام، كنا تحدثنا عنه قبل التسجيل، صحفي الجزائري، فهذا علامة فارقة في تاريخ التلفزيون العربي ككل، لأنه من قبل كان جزائري وبعدين هاجر، وكنا نتحدث عن هذا موضوع فرنسا، إنه فرنسا كلمة غير عادية بوقعها على الجزائر، على الجزائريين صحيح، وهذا شيء طبيعي. فرنسا كادت أن تقضي علينا تاريخا وثقافة، والحمد لله وجدت الرجال الذين تصدوا لها. فأنا قلت وأنا أتكلم أخ عبد القادر مام، قلت له المقارنة كتاب أتصور، للأسف ليس لدي الوقت ثم ليس اختصاصي حتى أتطفل على اختصاصات الآخرين، مقارنة ما بين ثورتي الشعب الجزائري والفلسطيني شيء خارق العادة. صحيح. نحن لم نطرد فرنسا بقوة السلاح. عبي بن هيدي تتذكري جملته، هذا ما يمكن أن يرد على نتنياهو. ماذا كان من عتاد سلاح عند الشعب الجزائري مقارنة بفرنسا آنذاك؟ صحيح، القوة الأطلسية الأولى، لكن الإيمان بالقضية كسلاح والحروب أساسا نفسية، إذا صحيح. سقطت نفسيا لا يمكن للسلاح أن ينقذك، حتى السلاح هذا الأعتى والأقوى يمكن أن لا تصلح لاستعماله وأنت منهار نفسيا. صحيح. الصحافة والتعددية السياسية في الجزائر كان مع عنوان موضوع أطروحتك لاستكمال دراستك العليا في جامعة السوربون، لماذا اخترت هذا الموضوع؟ اخترته لأسباب ذاتية وموضوعية. فيه توليفة تجمع الناقضين، ذاتية لأنني صحفي، ذاتية لأنني أحب الصحافة، ذاتية لأنه مشرفي أعتز به، ولربما اليوم تنزل الحلقة الأولى من الحديث معه في موقع ضفة ثالثة، هو الدكتور المفكر برهان غليون، كان مشرفي. فهذا هذه حزمة الذاتيات يعني. ماذا عن الأسباب الموضوعية؟ الأسباب الموضوعية التعددية موضوع يفرض نفسه، فهذه الفرضيات هي أساساً تساؤلات أسئلة عالجتها بشكل نال إعجاب دكتور برهان غليون، وللأسف الشديد هذه مشكلة أخرى، أنه ليس لدي نسخة من الأطروحة، عجيب أمر يعني. فلحسن حظي صديق أوصاني قال لي أنت ناقشت في جامعة عريقة، عليك إلا العودة إلى مسؤولي الأرشيف للحصول على نسخة من ال... وأنا أتمنى أن أطبعها في كتاب. نتمنى ذلك. نعم. أنت ما أخبرتني أنك مولوع بعلم النفس والتاريخ، لمن تقرأ في هذه التخصصات أو هذين التخصصين؟ أعتقد أنه أبرز مفتاحين للمعرفة التاريخ وعلم النفس. لا يمكن لك فهم أي شيء دون دراسة التاريخ، دون التاريخ. فعلى الصعيد الشخصي الحياتي البسيط نقول فلان أصبح كذا، فلان نرفز، فلان هادف، ويقول لك لكن شوف كيف عاش وشو ما هذا. هذا التاريخ. هذا الصعيد الفردي. صحيح.
الشعوب، حضارات الشعوب تبنى في سياقات تاريخية. تاريخية، نعم. علم النفس. علم النفس. في جدلية ما بين التاريخ وعلم النفس. وعلم النفس. حيث كان الإنسان كان التاريخ، وحيث كان الإنسان كانت النفس. فنفسية الإنسان هي تاريخ. فأعتقد مثلا تريدين معرفة عالم التربية والأطفال تدرسين فرانسواز دولتو اللي هي مرجع في فرنسا. إذا حبيتي تعرفي سلوك الحضري والريفي اقراي ابن خلدون. صحيح. اذا ما تقرايش ابن خلدون ما تعرفيش التاريخ. ارنولد توينبي. يعني في امثله والتاريخ وعلم النفس يجمعان المتعه. في التاريخ يستدرجك. يقول لي هذا المحطه وهذا المحطه يغريك. وعلم النفس، وعلم النفس للأسف الشديد وفاة والدتي وحدادها ذاكرتي الآن متججة ومليئة بحزن غير مسبوق. لكن أحاول نتذكر، قريت مؤخرا كتاب سيفو كينو غوفال، هذا المجانين اللي يحكمونا. فممتع جدا دراسة هذه التخصصات. نعم. مثلا هتلر لما فيه في هذا الكتاب فيه هتلر، فيه ستالين، فيه تشرشل، فيه كذا، وهذا اللي موجود في حمق سليم في مسرحية جوجول. وهنا نرجع للمسرح. إذا ما تعرفيش المسرح اليوناني ما تعرفيش المسرح، تاريخ المسرح عموما. والمسرح ولد في أحضان الشعر. ولهذا يبقى التاريخ متعة، ولو أنه هناك من يكره التاريخ ثقيل وممل وكذا. لكن شوفي الآن أبرز الروائيين في العالم كيف يستغلون التاريخ، كيف يؤرخون بشكل ربما هذه طريقة للاحتيال على التاريخ حتى لا يقدم تاريخ بشكل حتى لا يكون جاف مضجر وجاف التاريخ له عن طريق. نعم. الرواية. نعم. نعم. رغم أن الرواية أساس الخيال، لكن خيال. يمكن توظيف تاريخ خياليا. خياليا، نعم. شهيتنا فتحت أكثر أستاذ رمضاني للغوص في تفاصيل تجربتك الإعلامية الممتدة لعقود من الزمن. نستكمل كل هذا في جزء ثاني. نشكرك على هذا اللقاء، على أمل اللقاء بك في الجزء الثاني من هذا اللقاء الخاص. أنا يعني الشهية هذه فضلك. فضلك، وأعتقد أنه ستكون أكبر في الجزء الثاني. نعم. شكر لك استضافتك، وشكرا لمشاهدي القناة. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. نلقاكم بألف خير.